أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة بداية الأسبوع من صباح العربية. صباح الخير رشا. صباح الخير مروة، وصباح الخير لكل المشاهدين. لدينا طبعا العديد من المواضيع المختلفة، وكعادتنا نبدأ بعناوين حلقة اليوم. السعودية تقيم تجربة التعلم عن بعد لطلابها في الأسابيع الماضية، وتتخذ قرارها للمرحلة المقبلة، وآراء أولياء الأمور منقسمة. كورونا يفتك بجامعة بريطانية ويسجل 770 إصابة، والطلاب يخضعون للحجر 14 يوما في حرمها. بعد انتشار التعليم عن بعد، الأطباء يحذرون من ارتفاع معدلات البدانة بين الأطفال. نصائح في فقرتنا الطبية لتجنب ذلك. ومن مواضيع حلقتنا أيضا، أنا دلوقتي نازل أعمل أنكافة وأوريكم البروجيكت بتاعي بعمله إزاي. الصحف النمساوية تختار الطفل المصري ميسر محمود صاحب مبادرة مساعدة المسنين خلال أزمة كورونا لينافس على جائزة نمساوي العام. جوجل كشفت في مؤتمرها السنوي عن خدمات ومنتجات قد تغير الكثير في حياة الملايين، نستعرض أبرزها مع فيصل الصيف في دبل كليك. فنانون تشكيليون موريتانيون يبنون من المخلفات المعاد تدويرها دارا للفنون ولدعم النساء ضحايا العنف. لأول مرة في الوطن العربي نشوف درر وألماس ومواهب زيكم ما كناش هنشوفها إلا في The Voice Senior. The Voice Senior على شاشة NBC فرصة ذهبية لمن هم فوق الستين لإبراز المواهب وتحقيق أحلام قديمة. من غير وشوشه والنبي ها وحين انتوا على فكره ايه وايه وايه بدي احكي انا وياك باذن شويه The Voice Senior. وراسلونا على هاشتاج البرنامج صباح أندرسكور العربية. وبما أننا نتحدث عن The Voice Senior، سؤالنا التفاعل لحلقة اليوم، ما الحلم الذي تنوي تحقيقه بعد الستين؟ وشاركونا طبعا إجاباتكم على حسابات البرنامج على تويتر إنستغرام وفيسبوك. نبدأ مواضيع صباح العربية في حلقة اليوم من السعودية، حيث بدأت لجنة من وزارة التعليم دراسة العملية التعليمية عن بعد، وذلك بعد مرور 5 أسابيع منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول، حيث ستقرر الوزارة ما إذا كانت ستواصل العملية عن بعد عبر منصة مدرستي أم ستنتقل إلى دراسة حضورية. في هذا التقرير سنتعرف على آراء أولياء الأمور والطلاب حول الموضوع، هل استطاعوا الانسجام مع عملية التعليم عن بعد أم يفضلون العودة للمقاعد الدراسية؟ نتابع.
ترقب كبير تعيشه العائلات لقرار وزارة التعليم خلال الأيام القادمة، والذي سيتضح من خلاله سير بقية الفصل الدراسي الحالي، وما إذا كان سيستمر بنظام التعليم عن بعد أم سيصبح حضوريا. في ظل تناقص أعداد الإصابات أتوقع أنه يعني يجب أنهم يرجعوا الأطفال مرة ثانية، بالذات في السن الصغيرة إلى سن الابتدائي، يعني ممكن يرجعوا من الآن للدراسة. أشوف صحباتي وأشوف المسات، أتعرف عليهم أكثر من الأونلاين. وبالنسبة للدراسة تحسي أصعب أسهل لما صارت كده أونلاين؟ أصعب أونلاين. شوف الدراسة بشكل عام الحضور أفضل، تستوعب أكثر وتشارك أفضل، والآن الحمد لله في حرص من الوزارة ومن العائلات بخصوص الإجراءات الاحترازية. 5 أسابيع مضت ولا زال هناك أسبوعان متبقيان للفصل بشأن آدية حضور الطلاب من قبل لجنة متخصصة ستعقد هذا القرار قريبا. بحس التلقي من المعلومات من الدكاترة والأساتذة أحسن وجها لوجه، والتفاهم والتفاعل ما هو زي الأونلاين بصراحة. طريقة التعليم عن بعد صراحة كانت نقلة نوعية بالنسبة لي، خلتني أقدر أقسم وقتي من ناحية واجبات تكاليف، أقدر صار عندي تايم مانجمنت، أقدر أدير وقتي بشكل أكبر. كمعلمات أتأقلمنا الحمد لله، كيف نوصل المعلومة للطالبات في عن طريق وسائل التواصل يعني، والحمد لله الأمور تمام يعني. التعليم عن بعد، التعليم الحضوري محاسنه أنه يعني سهولة توصيل المعلومة للطالبة، إذا في مثلا طالبات عندهم صعوبات في التعلم يكون يعني وصول المعلومة لهم بطريقة أسهل في الحضوري. تعمل على اتخاذ قرار عودة الدراسة أكثر من جهة لحماية المواطنين قدر الإمكان من موجة ثانية يشاع أن من السهل إثارتها في حال عودة الحياة قبل القضاء على الفيروس بشكل تام. سهى الوعل، العربية، جدة. طيب بما نحن لسه قاعدين نتكلم على نفس الموضوع، دعونا نشوف نتائج الاستفتاء اللي بدأنا أمس. هل أنت مع استمرار التعليم عن بعد؟ 59.3 أجابوا بنعم، و 40.7 قالوا لا. ما رأيك مروة؟ فاجئوني الصراحة، يعني أنا توقعت إنه الأهالي يكون حابة تبعت أولادها على المدرسة. أنا كمان، بس هو يمكن إنه خايفين كمان في نفس أكيد الوقت. أكيد كلنا خايفين على أولادنا، يعني ما أكيد فيها نوع من أنواع المخاطرة، بس في الأول وفي الآخر هم لازم يعيشوا حياتهم بطريقة طبيعية. أكيد. إحنا في الوقت الحالي نتعايش مع الوضع في كورونا، سواء كان يعني معرضين أو غير معرضين. ناخذ الاحتياطات أهم شيء. ناخذ الاحتياطات، نلتزم فيها. مضطرين. الله الحامي. إن شاء الله. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود. شوف أحلام الناس. أحلام الناس السعيد. أهلا بكم مشاهدين من جديد، نذهب الآن إلى ردودكم على سؤالنا التفاعلي اللي هو كان ما هو الحلم الذي تنوي تحقيقه بعد 60؟ معرفناش حلمك قبل ما نروح لأحلام الناس. يعني صراحة أنا ما فكرت لسه فين أنا وفين 60. فين وفين 90؟ كانت رشا من شوية بتكلمني كمان، بس وقت 90 هتعملي ايه؟ وانا هوصل ل90، فخلينا نشوف آراءه. ما عندها أي نية توصل ل90، ليش كده يا مروة؟ لا لا لا، خلينا خفيف خفيف كده على الدنيا. خلينا دحين نشوف الآراء والمشاركات. خلينا أول نبدأ مع أول تغريدة. أتمنى لف العالم سياحة بلا توقف مع أحبتي وأصدقائي. هاي مقترحات حلوة. حلو، ليش لا؟ طيب تاني تغريدة. أنا أكون إن أكون رضيت ربي وأتممت رسالتي مع عائلتي وألعب مع أحفادي وأباشر بعض الأعمال والإشراف على شركتي الخاصة. صباحك فل يا حسام، إن شاء الله تتحقق أحلامك. أنا أزور أجمل الأماكن السياحية في العالم. شكرا لنجاح. لما نطلع من سنة 2020 بخير وسلامة أقول لكم. طيب هنستنى إن شاء الله نطلع. إن شاء الله يعني 2021 تكون أفضل، يعني من تكون أفضل بكثير من 2020. يعني ما يكونش للأسف، يكون الأفضل. حسبت علينا، حسبت علينا كده سنة. طيب عندنا هذه التغريدة، بس نحقق حلم اليوم وبعدها ندور على 60. لن أصل 60 مطلقا، سأظل في عمري هذا وأحقق كل أحلامي. 60 في حسابات المرأة، والخمسين ولا حتى الأربعين غير معترف بها، ولا توجد امرأة تصل لهذه المرحلة العمرية، دائما عمر الزهور. كيف يعني؟ ما فهمت.
عمر يعني هي شوية معقدة، بس يعني هي تقريبا حنا مش حابة توصل لسن الستين والخمسين، خلص خلينا في الأربعين. واحد يستمتع كل مرحلة لها جمالها، سواء كان الأربعين ثلاثين، كل مرحلة لها جمالها، فقد ما تقدر استمتع بكل مرحلة. نشوف هذه التغريدة. أهم حلم بالنسبة لي أن أرى أولادي قد حققوا أحلامهم. الله يخلي لك أولادك يا فرح. صباحكم عسل. أنا مغني أصلاً وإلى الآن أغني، لكن أريد أن أكون مطرب مشهور. إن شاء الله تحقق يا عيسى كل أحلامك. صيد السمك، كتابة الشعر والنثر والزواج من الرابعة. انسى الفكرة الأخيرة، صدقني أنت الخسران. هذا رأيي الياس. طيب أكمل دراسة، أدخل جامعة، أدرس تاريخ وعلوم سياسية، أصير مسؤول في أي جهة؟ طيب تغريدة، نشوف التغريدة اللي بعدها. السفر للخارج، التخلص من صفة البخل وأبدأ حياة جديدة مليئة بالإنفاق. حبيت إن هو معترف، أول حد أشوفه بيعترف بالبخل. بس ليه لازم نوصل للستين عشان نتخلص من الصفة؟ يعني نشتغل على نفسك. أيوة لازم دحين نبدأ. طيب زيارة مدينة البندقية بالذات لجمالها. صباح الخير. أنا ضد اليأس، إذا بلغت هذه المرحلة سأعود للزراعة، فهي حلم الصغر. أبو خالد صباح الفل. مع آخر تغريدة، بمن أعشق الهدوء أتمنى أن أجد الهدوء وحديقة مليانة ورود ونباتات جميلة تكون من اهتماماتي. ننتقل إلى مصر، حيث عثرت بعثة الآثار المصرية التي تعمل في منطقة سقارة الأثرية على مجموعة كبيرة من التوابيت وبداخلها مومياوات لم تفتح من قبل، وترجع إلى الأسرة 26 منذ 2600 عام، كما عثر على مجموعة من التماثيل والتمائم. التفاصيل في تقرير سمر بشات من القاهرة. نتابع. 59 تابوتا خشبيا ترجع إلى 2600 عام، أحدث كشف أثري تم الإعلان عنه في منطقة سقارة. بداخل التوابيت عثر على مومياوات لكهنة وكبار موظفي الأسرة 26. المومياوات كانت في حالة جيدة، حيث إن التوابيت لم تفتح منذ أن وضعت في أبار الدفن بالمقبرة. الحمد لله إنه جميع التوابيت اللي تم الكشف عنها كلها كانت ويل سيلد، مقفولة قفل جيد، والحمد لله ده اللي خلى المومياوات في حالة رائعة جدا. التوابيت دي لو كانت اتعرضت للصوص المقابر أو للسرقة أو للكلام ده كله، كانت واحد اتدمرت، اتنين كانت المومياوات اتعرضت للهواء فكان حصل نوع من أنواع ما يسمى تفاعل كيميائي مع الهواء الخارجي، فكانت تلفت أو اتدمرت. لغاية دلوقتي 59 تابوت خرجوا بره الثلاثة أبار، والكشف لم ينتهي بعد، لسه في مجموعة، يمكن آخر فيلم جالي أول امبارح الأربع بالليل، في عدد كبير جدا من التوابيت لسه موجودين تحت، فطبعا هو كشف كبير. مجموعه من التوابيت كلها من العصر المتاخر لمجموعه من الكهنه وكبار الموظفين اللي كانوا موجودين في منف. بدا العمل في هذا الكشف منذ اغسطس الماضي، حيث تم العثور داخل ابار عمقها 10 امتار على مجموعه كبيره من التوابيت الخشبيه مزينه بنقوش ورسومات ملونه، كما تم العثور على مجموعه من التماثيل والتمائم، واهمها تمثال برونزي نفرتم المقدس عند قدماء المصريين. سقارة ما زالت مكان للمقابر الجماعية في الأسرة 26500 قبل الميلاد. المقابر كلها عبارة عن أبيار، عبارة عن مستويات داخلها مئات التوابيت. منطقة سقارة تعتبر من أغنى المناطق الأثرية في مصر، ويعتقد العلماء أن حوالي 70% من آثارها ما زالت تحت الرمال. هذا الكشف لم ينتهي بعد، فمنذ يومين عثر على مجموعة كبيرة من التوابيت لم يتم حصرها حتى الآن. هذه التوابيت ستخضع لعملية ترميم لعرضها في المتحف الكبير عند افتتاحه. سمر بشات، العربية، القاهرة. نذهب الآن إلى سوريا، فعانت آثار مدينة الرقة كاهلها خلال سيطرة تنظيم داعش، فتعرض للنهب والتخريب ثم تركت للإهمال بعد هزيمة التنظيم وقصر البنات، المعلم الأثري الأبرز خير دليل. نتابع. خلف تلك الأسوار كانت هناك مروج خضر تحولت لرمال، وقصر صار ركاما،
قصر البنات، وأده تنظيم داعش خلال بطشه لمدينة الرقة السورية. القصر الذي يعد أحد أبرز المعالم الأثرية في المدينة تعرض للحفر والنهب والتخريب خلال سيطرة التنظيم. بعد تحرير مدينة الرقة توجهنا إلى قصر البنات. طبعا وجدنا القصر متأثر تأثرا كبيرا نتيجة الإهمال لعدة سنوات، مما أصبح عرضة لكب النفايات وأرضا إلى الحفر العشوائي، وبالإضافة إلى الحفر السري. القصر الذي بني عام 772 عانى من الإهمال بعد الدمار، فتحول لسنوات إلى مكب للنفايات، حتى اتخذت لجنة الثقافة والآثار بمجلس الرقة المدني قرارا بإعادة ترميمه ضمن غيره من المعالم الأثرية بالمدينة. هنا متحف الرقة أعيد ترميم البناء حتى بدا أنه عاد لسابق عهده، لكن أروقته الداخلية لا تمت للمتاحف بصلة، خاوية بعد أن سرقت محتوياتها. طبعا المتحف حاليا فقط كبناء أصبح جاهز، لم يتم فيها لقاء أثرية، عرض لقاء أثرية. ممكن حاليا نحن نستعيض عنها بصور للمدينة، ما راح نعرض حاليا في أي لقاء أثرية أبدا. طبعا في إشكالات كثيرة، لا نجد هنا سوى بعض البقايا لقطع أثرية، قطع ظلت صامدة لتشهد على حضارات عمرها مئات السنين لكن عمرها لم يشفع لها. مع اعتماد منظومة التعليم عن بعد في عدد كبير من الدول، يحذر الأطباء من خطر ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال لقلة النشاط الحركي وسهولة تناول الوجبات الخفيفة والتي تستمر عند الكثيرين طوال فترة الدراسة، وهذا سيؤدي حتما إلى الكثير من الأمراض. فكيف يمكن الحد من هذه المشكلة؟ للمزيد ينضم إلينا من الشارقة الدكتور بشير جمعة، استشاري طب الأطفال. أهلا بك معنا دكتور في صباح العربية. ويمكن يعني نسأل عن التعلم عن بعد، بما أنه أكثر المدارس تعتمد على هذا النظام، مدى تأثير التعلم عن بعد في على صحة الإنسان وزيادة السمنة بالنسبة للأطفال؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. صباح الخير لك وللإخوة المشاهدين. لا شك طبعا أنه المكوس في البيت وبالتالي عدم وجود حركة زايدة للأطفال وعدم وجود خروج أكثر إلى الأماكن اللي بيقضوا فيها أوقات من اللعب والرياضة أدى إلى زيادة السمنة عند الأطفال لنقص في صرف الطاقة اللي بيستخدموها الأطفال. نحن بنعرف أن السمنة تنجم لما بيزيد الوارد من السعرات الحرارية عن المطلوب من الجسم اللي بيطلبه الجسم، وهذا طبعا الجسم لما السعرات الحرارية بيصرفها إما بالنشاط الفيزيائي أو بالنشاط الأساسي للجسم، يعني الأيض الاستقلابي فنحن نعرف أن السمنة تزداد لما بصير في عنا نقص بالنشاط الفيزيائي، لأن السمنة هي ناجمة بالتحديد عن أن الفائض من السعرات الحرارية التي يتلقاها الطفل، وبالتالي كسرت السمنة في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن تحددت حركة ونشاط الأطفال. وشاهدنا هذا الشيء بمترافق أيضا مع حالات من الاكتئاب نتيجة عدم الخروج من المنزل. السمنة هي نتيجة زيادة النسيج الشحمي تزيد الوزن، وتقدر طبعا السمنة بمقياس أدق هو يدعى كتلة الجسم. كتلة الجسم بحيث أننا ننسب وزن الجسم مقدر بالكيلوغرام إلى طول الجسم، مربع طول الجسم مقدرا بالمتر، لأن الأشخاص تختلف بحسب الأطوال، وبالتالي أيوة. نأخذ مقياس دقيق أكثر. نعم. وكتلة الجسم، وكتلة الجسم الطبيعية عند الأطفال هي ما بين 18 و25، لكن لما بتزيد عن 30 يدخل الطفل في موضوع البدانة. والبدانة لها يعني آثار نفسية واجتماعية وصحية كثيرة، حتى أنه يقال أن في كل عام يموت 2.6 مليون إنسان بسبب فرط الوزن أو البدانة الزايدة. وفي الأطفال في نظام طب الأطفال يقال أن الوفيات. طيب دكتور، نتكلم على هذه النقطة من الناحية الصحية تكرما. نعم. تداعيات السمنة
على المدى البعيد، ولما نجي نتكلم على الطلاب، الفئة العمرية الأكثر تضررا أو تأثيرا؟ نعم طبعا لا شك أن الآثار اللي بتأدي إلى البدانة هي آثار بالنشاط الفيزيائي، فيقل النشاط الفيزيائي، وآثار نفسية كما ذكرنا، وآثار اجتماعية. هلأ هذه الأضرار طبعا ترافقها فيما بعد أضرار أخرى تتعلق بارتفاع الضغط الشرياني، تتعلق بزيادة الشحوم واحتمال إصابة الأطفال أو يعني المراهقين بالمشاكل التي تنجم عن البدانة، بما في ذلك ارتفاع الضغط الشرياني، الربو أيضا بيزداد، كذلك يزداد لدينا عند الأطفال أمراض القلب والاحتشاءات. هذه الحالات التي تنجم تؤدي يعني الأظهار الاختلاطات التي تظهر عند الأطفال يمكن تقليلها كثيرا إذا نحن عرفنا كيف ندبر البدانة وكيف نتصدى للبدانة بشكل جيد. لا شك أن في الجسم ميزان، هذا الميزان هو مركز الشهية، ومركز الشهية يسيطر على الطعام الذي يتناوله الطفل، ويخضع مركز الشهية بالتحديد إلى عاملين، هن أولا عامل هرموني، فهناك هرمون يدعى هرمون الجريلين وهو هرمون الجوع، وهرمون آخر هو هرمون الليبتين وهو هرمون الشبع، فهناك توازن بيناتهم في الحالة العادية. يخضع أيضا مركز الشهية لعوامل بقشر الدماغ وعوامل بالحواس، فالطفل حينما يتأثر لديه هذه أحد هذه العوامل، يزداد مثلا الجريلين أو ينقص الليبتين، يصبح لديه شهية مفرطة تؤدي إلى زيادة تناول الطعام، وبالتالي الطفل يصاب بالبدانة أو بالسمنة. خليني أقف معك عند هذه النقطة يا دكتور عن الشهية، يعني لما يكون الطفل ما بيأكلش بنديله فاتح شهية حتى نزيد من الشعور بالجوع. ماذا عن الطفل الذي يأكل كثيرا خلال هذه الأيام، خلال الإجراءات الوقائية والجلوس في البيت، كيف يمكن التحكم كأهل يعني في أكلات معينة معينة، في مشروبات ممكن نعتمد عليها، أم نتجه فورا إلى الطبيب؟ نعم لا شك أنه السؤال اللي حكيتيه كثير الأهمية، أن أهم قاعدة في الوقاية من البدانة هي قاعدة تدعى 5-2-1-0. 5 تعني أن يأكل الطفل 5 وجبات في اليوم، هذه الوجبات يمكن أن يعطى فيها 5 قطع من الخضر أو الفاكهة، وإن هذا النظام 5 الوجبات هو أفضل من النظام 3 وجبات أو الوجبتين، لأنه يقلل من انطلاق الأنسولين، والأنسولين إذا أطلق يزيد الشهية. فنحن نحتاج إلى 5 وجبات، وفي هذه الخمس وجبات 5 قطع من الخضر أو الفاكهة. ما بين هذه الوجبات يمكن أن نتناول كمية من الماء، يمكن أن يضاف بعض الشرائح الخضار أو الفاكهة إلى الماء حتى تشعر المعدة بالامتلاء، لأن امتلاء المعدة ينقص إفراز الجريلين اللي هو هرمون الجوع اللي بيخلي الطفل يحتاج أنه يأكل. طبعا على هذه الوجبات الخمسة أريد أن أركز على بعض النقاط. أولا هناك أطعمة معروفة وجيدة يجب أن نكسر منها، هذه الأطعمة هي الخضار والفاكهة التي تحوي كمية قليلة من السعرات الحرورية. أيوة. فعلى سبيل المثال كلما كانت الخضار والفاكهة أقل نضجا، يعني كانت غضة، كانت أقل في سعرات حرارية. عدا عن ذلك أن الطعام كلما كان مسلوق أفضل من المشوي، والمشوي أفضل من المقلي، لأن المقلي يزداد فيه الزيت ويزداد فيه الطاقة. إضافة إلى ذلك أن هناك المواد الغذائية تقسم إلى مواد تقع ضمن الخط الأخضر، ففيها سلامة وفيها أمان، هي كمثلا من المأكولات، هناك 10 مأكولات يمكن أن تكون سليمة بالنسبة لزيادة الوزن، فمثلا على سبيل المثال لدينا الخس، ولدينا أيضا الطماطم، لدينا الشوفان، لدينا الروب خاصة ناقص الدسم، لدينا اللوز، لدينا الوقول، البرتقال، التفاح، هذه ليست فيها خطورة بزيادة الوزن إذا تناولها الطفل.
نعم دكتور، لدينا أيضا. نعم لدينا بعض الأسئلة من متابعين على مواقع التواصل. نبدأ مع أول سؤال. ما هو سبب عدم رغبة طفل عمره أقل من عام بالأكل، وما الحل الأمثل في هذه الحالة؟ نعم طبعا السبب الرئيسي هلا هون عنا نقص الشهيات، زيادة الشهية، بيكون محاولة الأم إكراه الطفل على أن يتناول الطعام. نحن نعلم أن الطفل لديه في دماغه في تكوين شخصيته ما يدعى علامة المرآة، وهي عكس الأوامر. فكلما طلبت الأم وأصرت أن يأكل الطفل أجابها بالرفض، وبالتالي يصبح لديه رفض لهذا الطعام. هذا أول عامل. فإذا إصرار الأم على إطعام الطفل يسبب لدى الطفل ردة فعل عكسية، هي تتجلى بامتناع الطفل عن الأكل وربما يقيء بعد الإطعام. عدا عن ذلك هناك الالتهابات، وخاصة الالتهابات المزمنة، كما يحصل عند البنات إذا كان لديهم التهاب بمجرى البول أو لديهم مرض مزمن. هلأ من الأسباب الأخرى طبعا التي يمكن أن تكون مرضية هي بعض الأمراض التي بتؤدي إلى نقص الشهية، اللي فيها ضعف بالهضم أو اللي فيها اضطراب بالهضم، هضم الطعام. فالطفل إذا كان لديه ضعف بالهضم لا يكون لديه رغبة في الطعام. طيب. بس السبب الرئيسي واللي بحبه للأمهات، نعم تفضل. أن لا يجبروا الأطفال على الطعام. الأطفال إذا أخذنا وزن الطفل ووزن الكهل، الطفل يأكل أقل من كمية اللي بيأكلها الكهل. فلما مثلا الأم تريد أن تطعم ابنها نصف الوجبة اللي هي بتأكلها، قد لا يكون هذا صحيح. طيب. فيجب أن تراعي حجم الطفل ووزنه. نعم. طيب دكتور، ننتقل إلى السؤال الثاني وسريعا دكتور. ما هي آلام النمو عند الأطفال؟ نعم، آلام النمو عند الأطفال طبعا هي آلام تحصل نتيجة توضع زرات الكلس في العظم. فنحن نعلم أن حركة العضلات تكسب العظام شحنة ساكنة، وبالتالي تجلب إليها زرات الكلس. فبالتالي بهذه الحالة لما تجلب إلى زرات الكلس يصبح لدينا آلام في العضلات، وهي تحصل عادة بعد ما يمشي الطفل فترة طويلة، وبالليل المساء يحصل لديه آلام خاصة في الساقين. في هذه الحالة طبعا علاج هذه الحالة أن يكون نحن بإجراء مغطس دافئ للرجلين، ثم بعد المغطس نجفف الرجلين ونرفع الرجلين العاليا، ونعمل مساج للعضلات، ويمكن أن نعطي بعض المسكنات اللي بتفيد الطفل لألم العظام. شكرا لوجودك معنا الدكتور بشير جمعة، استشاري طب الأطفال، كنت معنا من الشارقة. أمي صو فنانة تشكيلية موريتانية أسست بمساعدة شباب جمعيتها بيتا أسمته دار الفنون، يستضيف الحوارات الثقافية والمعارض الفنية. الفريد في الدار المؤلفة من طابق أرضي وشرفة أنها مبنية بالكامل من إطارات السيارات المستعملة وقطع الخشب التي جمعها الشباب من ورش البناء ومن الأدوات المنزلية ومواد البلاستيك معادة التدوير. طبعا الزميل إبراهيم مصطفى معه كل التفاصيل، نتابع. آمي الصو فنانة تشكيلية ملتزمة معروفة في الوسطين الفني والحقوقي كمدافعة عن المرأة من خلال بيت الفن أرغالي الذي أسسته قبل سنوات بمساعدة مجموعة من الفنانين الشباب.
أنا كفنانة أعبر عن أصوات النساء، كل النساء، وأستخدم صوتي لتعريفهن بحقوقهن ودفعهن لإنهاء التكتم على العنف والقهر اللذين تتعرضن لهما، وأشعر أنهن بدأن يعبرن عن ذلك. أسست آمي أرغالي لتكون فضاء خاصا بالفنانين الشباب الممارسين لمختلف الفنون الجميلة، مع التركيز على دعم الفتيات وضحايا العنف بشكل خاص. الفكرة هي تجميع الفنانين الشباب ومنحهم الفرصة لعرض أعمالهم، ونحن نركز على النساء في هذا الدعم. قامت فكرة دار آمي صو على إعادة التدوير، وشيد البيت بالكامل من إطارات السيارات التالفة والخشب الفائض عن ورشات البناء وحتى النفايات المنزلية، وكما أنشئ البيت من قمامة كانت تشوه وجه المدينة، فإن آمي ورفاقها يعملون من خلال التلوين على تحويل شوارع الحي الذي تقع فيه دار الفن إلى لوحات فنية. إبراهيم مصطفى، العربية، نواكشوط. نبدأ ساعتنا الثانية مع جوجل. كشفت عن جديدها في مؤتمرها السنوي في عالم التقنيات والخدمات المطورة بالكشف عن جهاز كروم كاست الجديد لمحتوى جوجل تي في بوحدة تحكم عن بعد. وجوجل هوم يستبدل بجهاز المساعد المنزلي نيست أوديو، والأبرز الكشف عن بيكسل 5 وبيكسل 4A بدعم تقنية اتصال الجيل الخامس. وللمزيد ينضم إلينا من الرياض فيصل السيف، مختص في أخبار التقنية. صباح الخير يا فيصل. يسعد صباحك فيصل. صباحكم إن شاء الله خير وبركة وجميع السادة المشاهدين بإذن الله. على الجميع إن شاء الله. طيب فيصل، جوجل أطلقت كذا منتج أعلنت عنه في المؤتمر، بس خلينا نتكلم على كل منتج. خلينا نبدأ مثلا مع بيكسل 5. إيش يميز هذا الجهاز اللي هو الجوال، ومتى سيكون موجود في الأسواق؟ جميل جدا. البيكسل 5 جوجل اثبتت فيه خط هم ماشيين عليه صار لهم اكثر من سنه، انهم يحاولوا يخلوا البرمجيات اساس الاجهزه وليس اقوى القطع. يعني كاننا نقول شركه فيراري بدل ما تحط لنا محرك 12 سلندر جايه تجيب لنا محرك 4 سلندر، ولكن اداؤه على ارض الواقع يكون اقوى من اداء 12 سلندر. فعليا هذا الشيء اللي قاعده تسويه جوجل. وايضا مع هذا الجوال الجديد جابوا خصائص مو معتادين عليها، يكون في جوال رائد المفروض من نفس الشركة وبنفس الفاتورة السعرية اللي حوالي 700-800 دولار. الحين الشيء الإضافي أنه جوجل تبنت الجيل الخامس تبني رسمي في سلسلة نفس البيكسل، فصار البيكسل 5 يجي بدعم الجيل الخامس. طيب الجيل الخامس يعني من سلسلة بيكسل متى سيتوفر؟ في قريبا أو لسه نستنى وقت أطول؟ جميل. التوفر بإذن واحد أحد مع الطلب المسبق، حاليا موجود الطلب المسبق، التوفر على نهاية الشهر. منطقة الشرق الأوسط جوجل قاعدة تعطيها اهتمام أكثر بحكم الأخذ والعطاء اللي قاعد يصير، لأن عارفين أنه لسه لهم مؤتمر ثاني حيصير في منطقة الشرق الأوسط، وهذا المؤتمر يمكن يعطي تفاصيل أكثر فيه عن البيكسل، ولكن هم جديين بأنهم يجوا هنا ويجيبوا لنا أجهزتهم بشكل كامل. التوفر عندنا في العادة من أجهزة البيكسل يكون حسب اجتهاد بعض الموزعين والوكلاء، رغم أنها جوالات جدا قوية أجيب كل جيل منها وأجربها، ولكن إنها شيء مرة ممتاز الجوال اللي قاعد يقدمه، ولكن للأسف ما في ذاك التوفر الرسمي، فواضح تركيزهم الأساسي أمريكا وبعض الدول العالمية. طب فيصل، لما نجي نتكلم أو نقارن ما بين البيكسل 5 والبيكسل 4A، يعني من يعني إيش الفرق غير أنها تدعم ال 5G، يعني من ناحية السعة، الكاميرا، يعني كمان السعر الرشم والسعر طبعا. ممتاز. الحين لو تكلمنا على الشيء على الكاميرا اللي انت ذكرتيها، نعم الكاميرا تختلف في الجوجل بيكسل 5 والجوجل بيكسل 5A نسخة ال 5G، مفروض انه يجي مع الاجهزة من الجهة الخلفية كاميرا عريضة، وهذا الامر ما تعودنا منه مع نفس جوجل، ولكن واضح انه ايضا خوارزميات التصوير بيحاولوا يعدلوها مع الكاميرات العريضة والواسعة. ايضا لو شفنا فرق السعر هو جيد نوعا ما في 200-300 دولار، ولكن نزلت برضه في المؤتمر ابل نسخة البيكسل 4A 5G بشاشة اكبر من ال 4A وبخصائص شوي معدلة منه، ولكن دعم لشبكة ال 5G. فالحين جوجل صارت اول شركة امريكية ما بينهم وبين ابل تطلق رسميا شبكة الجيل الخامس مع جيل جديد من الجوالات، واللي يعني تبعات جدا جيدة مع صناعة التقنية.
يعني الهدف يعني فيصل دعم جوجل لهذا الموضوع، ما هو السبب انه هي اول يعني جهه امريكيه تتبع هذا الموضوع او تهتم وتدعمه؟ جميل جدا. الحين ال 5G تكلمنا عليه انه مفيد جدا للشركات، وكثير طلعت معاكم وضحنا انه ال 5G نعم يؤدي الغرض ببيانات اسرع ووقت تاخر اقل مع البيانات. الشركات نفسها ما وضحت هذا الامر بشكل كبير على ارض الواقع للمستخدمين اللي قاعدين يستخدموا الاجهزه. لما جوجل شركة عرفت بالبرمجيات القوية حقتها، وأيضا عندهم بعض الخدمات اللي الـ 5G حيحدث فيها فرق، زي المنصات حقت المشاهدة يوتيوب، يمكن الـ 5G تخلي الناس يشوفوا محتوى 4K على سبيل المثال بدل ما هو دائما Full HD. أيضا عنده شيء ثاني عندهم اسمه ستاديا. منصة ستاديا منصة لعب سحابية، كأننا نتكلم واحد يمسك الجوال ويلعب بلاي ستيشن من الجوال بقدرة سيرفرات جدا كبيرة وعالية. والهدف أو نقدر نقول المعضلة الأكبر في جعل هذه التجربة خرافية وجود اتصال قوي اللي هو هنا الـ 5G. ويمكن 5G أو بالتأكيد استثمار جوجل بالـ 5G حيعني تجارب أكثر، تطور أسرع للتقنية مع خدمات حتلمسنا كمستخدمين بشكل كبير في الفترة القادمة. حلو. طب فيصل برأيك هل تتوقع أنه تنجح هذه المنتجات اللي يعني أعلنت عنها جوجل؟ هل في انتقادات دحين موجودة على وسائل التواصل أو المواقع اللي هي مهتمة بأخبار التقنية؟ جميل. الحين انتقادات، لو أخذنا المنطقة العربية ننتقد جوجل بعدم التوفر الرسمي بأجهزتهم في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الإمارات وغيرها من الدول. أما نتكلم على وجودهم، هم موجودين. نتكلم على مستقبل جوجل والتوفر حق خدماتهم أكثر عندنا، نتمنى هذا الأمر لأنه فعليا ما في الجدية الكبيرة في مشاهدة الخدمات هنا. الحين لو تكلمنا على أشياء نتمنى أنه جوجل تحسنها في نفس هذه المنطقة، أكيد تعدد الخدمات اللي ذكرتها قبل شوي، وأيضا تعدد وجود الأجهزة الأخيرة وما نعتمد فقط على الوكلاء. أيوه. برضو لازم أحط في عين الاعتبار أنه منافسة جوجل في هذه المنطقة موجودة من عام 2009 مع مختلف المنصات والخدمات حقتهم، ألفابت نقدر نقول الشركة الأم اللي عندها الخدمات، ولكن يظل عند التقنية والأجهزة التقنية، مو إحنا السوق الأساسي في التجارب والاستثمار من باب الواقعية. لما يكون عندكم 360 مليون نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية، غير الجمهور الدولي اللي يتكلم اللغة الإنجليزية زي بريطانيا وكندا وغيرها من الدول، أكيد حيكون هم لهم نصيب الأسد من استثمارات جوجل في المنصات والتجارب والخدمات، بعدين تجينا إن شاء الله. طب فيصل، كروم كاست الجديد أهم المزايا اللي فيه، هل الريموت هو الأفضل أو الإضافة الجديدة فقط؟ حلو. دحين الكروم كاست الجديد الشيء اللي ساعدتنا فيه جوجل دائما مع أجهزة الكروم كاست اللي هي القطع الإضافية اللي تشبك على منفذ HDMI ويعطى لها من سلك USB الطاقة، كانت تعطينا منصة جيدة على التلفزيون لمشاهدة المحتوى بالاستعانة بالجوال. فيكون عندنا الجوال الهاتف الذكي هو الشيء الأساسي اللي من خلاله حنقدر نتفاعل مع نفس الكروم كاست، نبث محتوى يوتيوب، نشوف الفيديوهات حقت العربية اللي على قناة اليوتيوب وغيرها من الأشياء. الأمر الإضافي الإيجابي الحين أنه الكروم كاست هذا صار نظام تشغيلي خاص فيه، مما يعني كأنه تلفزيون بحد ذاته. فهو حيحتاج منفذ HDMI من التلفزيون، ولكن حيعطي كامل الخدمات بهالريموت بدون ما نحتاج أنه نعتمد على الجوال بشكل جدا كبير. فصارت منصة معتمدة على نفسها بشكل أكبر من الأول، وهذا يعني سهولة استخدام أكثر للمستخدمين. نود أن نشكرك على وجودك معنا من الرياض فيصل السيف، مختص في أخبار التقنية. وفي فقرة صور دوت كوم لليوم نستعرض معكم لقطات لبريطانية ترسم على ملامحها يوميا لتحول وجهها إلى وهم بصري. نتابع.
الطفل المصري ميسرة محمود والذي كان صاحب مبادرة مساعدة كبار السن وقت أزمة كورونا في النمسا اختارته صحيفة دي بريسي النمساوية لينافس على جائزة نمساوي العام كواحد من أفضل شخصيات 2020. ميسرة ينافس عددا من الممثلين وعازفي الأوبرا والأكاديميين ذائعي الصيت على هذا اللقب. للمزيد ينضم إلينا من النمسا الطفل المصري ميسرة محمود صاحب مبادرة مساعدة المسنين خلال أزمة كورونا. ميسرة صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير وعليك. ازيك عامل ايه؟ وعليك وعلى المشاهدين كلهم. ازيك انت اخبارك ايه تمام؟ الحمد لله انا تمام. ميسرة انت كنت معانا من فترة وكلمنا عن المبادرة اللي انت عملتها وقدمت مساعدات للمسنين، كنا فخورين بيك جدا جدا ودلوقتي احنا مفخورين بيك اكتر لترشحك لهذه الجائزة. كلمنا عن الترشح، جه ازاي ومين كلمك وقالوا لك ايه؟ انا وكنت صحيت في الصبح خالص، حد اتصل عليا نمرته ما كانتش على تليفوني، رديت قلت الو مسار في التليفون، قالوا لي احنا الدي بريس وعايزين نعمل لكم انتو نومينيتن للاوستريا جالا 2020 لاصغر انا اصغر لاصغر مصري يعني اصغر نمساوي باصل مصر اللي يطلع في الاوستريا جالا 2020 دي، وطبعا قلنا شكرا وطبعا عايزين نعمل كده معاكم ورحنا على الانترفيو معاهم. انا خدت واحد صاحب معايا الياس اللي معايا على الصوره، ايوه وعملنا الانترفيو معاهم. احساسك كان ايه؟ كنت مبسوط؟ ماما وبابا قالوا لك ايه؟ ميسرة احساسك ايه لما وصلك موضوع الترشح وبابا وماما قالوا لك ايه؟ انا صحيت من النوم وقلت لبابا ولماما ما عارف ما مين اتصل عليا دلوقتي، اعملوا كده قعدتني يعني قولوا كده مين اتصل عليا، ما عارفينش قالوا حد اللي تودي له اكل ولا حاجه، قلت لهم لا الاوستريا جالا ووريت لهم الموضوع وقلت لهم عليه وفرحوا طبعا خالص بيا وفرحنا مع بعض، وبعد كده رحت على الانترفيو صفات يعني هم فرحوا خالص حلو. بالموضوع. طيب ميسرة انا طبعا هحاول يعني اتكلم بلهجتكم بس لا تضحك علي. طيب ميسرة المسابقة هذه التصويت لامتى ومتى حيعلن عن الفائز؟ يعني حدثنا اكثر على هذه المسابقة. والله لقيتنا اختلفت كثير يعني بحاول. التصويت لغاية النهاردة اخر يوم اللي بنعمل ابستمنت فيه للفوتنج، النهارده هيخلص بس احنا هنعرف اسبوعين قبل الاوستريا جالا. الاوستريا جالا تقريبا في 21/10/2020 واحنا هنعرف اسبوعين قبل ما الجالا هتبقى احنا في اول تاني ولا تالت بوزيشن، هم هيتصلوا علينا وهيقولوا لنا. طيب قول لي مين اكتر حد انت قلقان منه من المرشحين وحاسس ان هو ممكن يغلبك في المسابقه او يتفوق عليك من وجهه يعني نظرك انت؟ الناس اللي معايا ناس جامده يعني مش اي كلام اقولها. انت اجمل. انا اتفرجت على الناس قدها. اللي معايا انا خفت دكتور رئه وفي ست برضه في اللابور اللي عملت التست للكورونا معاهم هنا في فيينا. أيوة. وفي طبعا تاني دكتور وهم كلهم دكاتره معايا وانا الوحيد اللي بس عملت انت حاجة اصغر واحد فيهم وانت بتعمل حاجه كبيره قوي. لا ان شاء الله يا ميسرة تفوز. طب يا ريت قول لنا كيف نقدر نصوت؟ انت بتقول انه اليوم اخر يوم، ازاي نقدر نصوت؟ لما تدخلوا على الويب سايت دي بريس عارفين تروحوا على يعني الويب سايت كلها على الالماني عشان كده هتبقى صعب شويه، بس لو كده على اللينك ممكن ابعته لكم ولا اقول لكم عليه. اقول لنا عليه. اقول لك هجيب بس الورقه. شكرا. اللينك عشان كلنا نصوت. اوكي لينك طويل عشان كده صعب اقول. https://. يعني الدوت كده نقطتين فوق بعض. اوكي الشرطتين. اوكي austria20.e يعني dee presse.com يعني زي ايوه ندخل على موقع الصحيفة صح يا ميسرة؟ ايوه الصحيفة تدخلوا على الويب سايت هناك هتلاقوا. طب صحابك قالوا لك ايه؟ مدرسينك في المدرسه انت بتروح المدرسه ولا كمان اي ليرنينج؟
لسه بنروح المدرسه يعني من اول ذكرى. قالوا لك ايه تعليقهم ايه على الموضوع لما عرفوا ان انت ترشحت؟ انا قبل ما انا رحت المدرسه من قبله هم عرفوا من الموضوع وكلهم رايح عليا وقالوا يا ميسره وكده وحلو قوي اللي انت ترشحته في دي، عشان الديريكتورن يعني الهيد ماستر في المدرسه كلها كتبت ايميل لكل المدرسين وعملوا برضو مقابله ان كله في الفصل بتاعه يعملوا فوتن علينا وورق برضو علقناه في المدرسه كله ورق زي كده ايوه وورق علقناه في المدرسه كلها وطبعا المدرسه عرفت بسرعه مبسوطين. وفي المدرسه تقريبا 500 شخص وكله عمل فوت لينا. برافو عليك. طب يا ميسره هل في دعم من مثلا مسؤولين من 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 جوا النمسا او من خارجها؟ يعني في مسؤولين كلموك يدعموك في هذا الموضوع؟ الدي بريسي يعني الجورنال والدوله نفسها يعني برضو هي الدولة نفسها اللي اتصلت والدي بريسي يعني الاثنين بيعملوا مع بعض الاوستريا جالا يعني احنا نتمنى لك عليك. الفوز يا ميسره ونقول ما شاء الله عليك. ان شاء الله المره الجايه يكون معنا بعد ان شاء الله لما يفوز اللقب ان شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق يغلب كل اللي موجودين. شكرا يا ميسره على وجودك معنا في صباح العربيه. ولو الكورونا مش زي كده ان شاء الله مره اتكلم معاك ونشوف بعض ان شاء الله. جود لك ان شاء الله. نود أن نشكرك على وجودك معنا ميسرة محمود صاحب مبادرة مساعدة المسنين خلال أزمة كورونا. نبدأ جولة جديدة في أخبار بلا سياسة ونبدأ من بريطانيا حيث أصيب 770 طالبا بفيروس كورونا في جامعة نورث أمبريا بمدينة نيوكاسل شمال شرق البلاد، ووجب خضوع جميع الطلاب للعزل لمدة 14 يوما في أماكن إقامتهم أو نزول الطلاب، وتعد هذه أضخم بؤرة لتفشي فيروس كورونا حتى الآن في المملكة المتحدة. هذه الجامعة هي واحدة من 50 مؤسسة للتعليم العالي تعلن وقوع إصابات بين طلابها بفيروس كورونا منذ استئناف الدراسة في الأسابيع الأخيرة. إلى المكسيك حيث بدأت الحكومة حملة تطعيم واسعة ضد الإنفلونزا لمنع تفشي وبائين في نفس الوقت في البلاد، أي تفشي الإنفلونزا بينما تواصل البلاد مكافحة جائحة كورونا. ووفقا للحكومة سيتم توفير حوالي 36 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا في المراكز الصحية والعيادات وأكشاك الشوارع، حيث تأمل الدولة في منع المستشفيات من أن تفوق طاقتها الاستيعابية أثناء تفشي جديد محتمل لحالات كورونا. في إيطاليا نجح نظام حاجز الفيضان في حماية البندقية من المد المرتفع لأول مرة وإغاثة مدينة البحيرة بعد سنوات من الفيضانات المتكررة. النظام يتكون من شبكة تضم 78 حاجزاً أصفرا لامعا تحمي مدخل بحيرة البندقية المرتفعة من قاع البحر. نظام الحماية من الفيضانات بلغت تكلفته عدة مليارات من اليورو، وكان من المقرر أن يبدأ في عام 2011. وفي هنغاريا أقيم السباق الفريد من نوعه الذي يتنافس فيه الأزواج بحمل زوجاتهم على الأكتاف في مسار سباق موحل. شارك في السباق العشرة من الأزواج عبر مسار مرتفع بطول 260 مترا ويتضمن العديد من العقبات ومنطقة الرش بالماء. السباق الذي يحظى بشعبية واسعة يجده البعض مثيرا للجدل. فرقة بلاك بينك الكورية تصدر أول ألبوم طويل لها منذ انطلاقتها بعنوان ذا ألبوم، وتسيطر على قوائم آي تيونز العالمية. الفرقة استطاعت بألبومها أن تصل إلى المركز الأول لمخطط آي تيونز في أكثر من 57 دولة. ذا ألبوم تضمن الأغنية الرئيسية المرتقبة بعنوان لاف سيك، والذي حقق الفيديو كليب الخاص بها أكثر من 50 مليون مشاهدة في أقل من 18 ساعة على اليوتيوب. خير
ختام فقرة أخبار بلا سياسة، ابقوا معنا ونبقى مع ما تبقى من صباح العربية. وصلنا إلى آخر فقرة في صباح العربية اليوم، حيث يعود المرح والتحدي وتعود المواهب إلى شاشة MBC، ولكن هذه المرة لمن هم فوق الستين. سيقفون على المسرح ويحققون أحلاما قديمة بالغناء أمام جمهور عريض، وكذلك أمام عدد من النجوم هم هاني شاكر، سميرة سعيد، ونجوى كرم، وملحم زين. والبرنامج يتوقع له النجاح الكبير The Voice Senior. لأول مرة في الوطن العربي نشوف درر وألماز ومواهب زيكم ما كناش حنشوفها إلا في The Voice Senior. The Voice Senior كان 71 سنة ما شاء الله. أنا في حالة ذهول من إمكانيات اللي أنا شايفها قصادي. من غير وشوشة والنبي وحين أنتوا على فكرة إيه وإيه حاجة وإيه حاجة بتحكي أنا وياك بإذن شوية. The Voice Senior لإضافة الأجداد. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو محرر الأخبار الفنية في العربية جميل ظاهر. صباح الخير جميل. صباح الخير. نبغى نعرف منك جميل، يعني The Voice Senior يعني مش اللي هي النسخة العادية ولا The Voice Kids، اختيار لجنة التحكيم كلهم نجوم كبار بدون شك. هيدا برنامج يعني بكل النسخ اللي تقدمت فيه على شاشة MBC كان برنامج من أجمل البرامج، إن كان الصغار وإن كانوا الشباب، وهلأ فرصة أجت لكبار السن اللي هني فوق الستين، يعني ما فينا نقول عنهم كتير كبار، بس إنما بدون يعني فرصة لشخص، لأنه بتعرفي بالفن أحيانا الحظ بيلعب دور كبير بحياة الناس. في ناس محظوظين من أول لحظة ممكن إنه يبتسم لهم الحظ ويكونوا موجودين ويسجلوا اسمهم، مع أنه يمكن تكون مواهبهم محدودة إلى حد ما، بينما في ناس مساكين يعني بيكون عندهم موهبة كبيرة جدا لا ما بتجيهم فرصة أو ما بيصح لهم مثلا ظهور على شاشة كبيرة ممكن تعرف الناس عليهم، مع أنه اليوم كتير في وسائل تتيح للناس أنه يظهروا ويقدموا نفسهم للجمهور. هالبرنامج بتصور أنه هذا رح يكون يعني MBC يعني تشكر على هذا البرنامج، لأنه يقدم مجموعة من الفنانين اللي ما أجتهم فرصة لحتى تخطوا 60 عام وهلأ رح يغنوا. فتخيلي أكيد هن اللي يشاركوا بالبرنامج ما فتبود يكون عندهم خبرة السنين الماضية كلها. فنحن أمام يعني بالبرامج السابقة كنا نشوف أولاد صغار ونشوف شباب عشوائي بيغنوا كتير أحسن من فنانين نحن بنعرفهم يعني. صحيح. وكتير مشاهير. فكيف ممكن يكون هؤلاء المشاركين بهذا البرنامج؟ يعني اليوم MBC بتقدم لهم فرصة ذهبية زي ما بنقول، وحيقدروا يقدموا نفسهم من خلال هذا البرنامج، ولكن جميل هم قدام تحدي كبير. نعم. في شروط معينة؟ هل كان في إقبال بما أنه إحنا في ظروف كورونا، يعني كل الناس خايفة على نفسها؟ بدون هو البرنامج تسجل قبل ما تصير هذه الشغلة، وكان المفروض ينعرض قبل رمضان. تأجل بثه، لكن أنا برأيي يعني أنه عودة هذه البرامج الحلوة للشاشة كمان هذا نوع من هيك شوي للناس، لأنه بدون تغيير. شك نحن هالسنة شفنا اللي ما بينشاف، يعني ما معقول اللي عم بيصير بالعالم. فبتصور انه هذا البرنامج رح يرجع يعيد هيك الوهج للشاشه، الشاشه العربيه، انه الناس يقعدوا كعائله كما عودتنا MBC. نعم. انه يقعدوا الناس ويشوفوا برنامج حلو بهذا الشكل، وخاصه انه عندنا 4 نجوم يعني عم نحكي عنهم معروفين بالعالم العربي بمقدرين يعني بالنسبه. نعم. لموهبتهم ولادائهم ولحضورهم. هل تتوقع الاختيار يكون صعب؟ بدون شك هيك برامج هي أكيد بينحطوا بمواقف محرجة الحكام، لأنه أحيانا بيكون في صوتين كتير يعني اثنيناتهم منيح، فبصير الحكم بده ينقي بين اثنين يعني، وهون فعلا هذا شيء محرج. لكن هي لعبة البرنامج. هلأ
بس بالنتيجة مجرد ظهورهم بهذا البرنامج لهالمجموعة هون ممكن يكون في ناس بياخذوا فرصتهم ولو بعد الستين. ممكن انه شفنا ببرامج تانية نحن بالعالم الغربي كان يعني نفس البرنامج، ناس اخذوا فرص وقدموا نفسهم ومن ثم يعني قدروا يتحولوا الى نجوم، وممكن نلاقي اصوات بين هالناس يلاقوا حظهم بعد هذا العرض، مش ضروري يكون الاول يعني ممكن يكون واحد من اللي طلع بالبرنامج ويقدر يتحول على الاقل يعني يقدم الشيء اللي ما قدر يقدمه كل هالستين سنه اللي مروا من عمره. بما انه هو النسخه الاولى في الوطن العربي خلينا نعرف منك توقعاتك، انت متوقع انه يكون في نجوم هيظهروا من خلاله؟ بدون شك بدون شك، لانه مثل ما قلت لك هي خبره طويله، يعني لازم تنتج اصوات، لازم تنتج كاركترز كمان مختلفين. نحن قدام طريقه يمكن شوي اليوم بالعالم العربي هن النجوم اللي من زمان تعودنا عليهم ونحن عايشين معهم، ما عم نقدر نلاحظ الفرق بشخصيتهم. يمكن بنشوف نجم من 20 سنه او من 30 سنه بنشوفه عم بيغني بعده، يعني هو عم يكبر ونحن عم نكبر معه، ما حنشوف الفرق. بينما هلا نحن رح نشوف ناس لاول مره رح نشوفهم عم بيغنوا على المسرح، رح نعرف انه هن كبار بالعمر، هن عندهم تجربه قديمه، ممكن يكون بيمارسوا الغناء في مختلف المناطق، بيمارسوا طبعا، بس انما بدون ما يكونوا ماخذين حقهم المعنوي ولا حقهم المادي ايضا. لانه بتعرفي اليوم اذا واحد مشهور له يعني له حضور وله مردود مادي كبير، بينما اذا مش مشهور يمكن بيطلع بيغني المسكين وما بعرف اذا بياخذ اجاره اخر الليل او لا. طب هل تتوقع انه الناس تتفرج يعني يكون في حضور لازم لهذا البرنامج؟ بتصور هذا البرنامج اكيد راح يلاقي حضور، راح ينعرض، يبدا العرض بسبعة الشهر اول حلقه راح تطلع يوم الاربعاء، وهيدي فرصه للجمهور يرجعوا هيك شوي يريحوا اعصابهم. ولمده كم يتسمعوا؟ راح يكون في سبع حلقات، هم سبع اسابيع. وبعد يعني طبعا في بنفس الطريقه راح يكون في كرسي بتلف ومن ثم بيختاروا منهم، بيطلعوا اثنين مع لجنة الحكام لآخر شيء، أربعة اللي بيتبارعوا آخر شيء على اللقب اللي بده يحمل لقب The Voice. بينما هالمشوار أنا بقول دائما يعني بيكون فيه مفاجآت، أكيد يعني أكيد لما بيكون عدد كبير وآخر شيء بيربح واحد أكيد في أصوات كتير بتستحق أنها تفوز، لكن هي هذه طريقة البرنامج أنه آخر شيء. ومفروض أنه MBC حسب ما بنعرف بالبرامج هاي بتساعد اللي بيفوز وممكن تقدم له أنه تنتج له عمل غنائي ويكون حلو إن شاء الله. يعني إن شاء الله نستمتع مع الحلقات أكيد، ورح نتابعهم على فكرة ونحن نستعرضهم ببرنامجنا. نعرف منك طبعا ومتشوقين نشوف أول حلقة قريبا كمان الأربعة، يلا نشوفها الأربعة إن شاء الله ونحكي عنها. شكرا جزيلا لك جميل ظاهر، محلل الأخبار الفنية في العربية. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، نهاية أسبوع بداية أسبوع، بداية أسبوع. سعيدة عليكم. شوفي وقعوني في الفخ مرتين اليوم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.